ممكن تعرفينا بحضرتك؟ أنا دينا صلاح زكي حجاجة، معدلة سلوك وأخصائية احتياجات خاصة، تدريب احتياجات خاصة، وزارة التربية والتعليم بتاعتها. أنا مصرية، مصرية الأصل، هاجرت كندا، درست في المجال ده، وده شغلي حاليا. أنا يعني زي بيهيفيرال ثيرابيست، يعني زي معدل سلوك، أخصائي سلوك وتدعيم سلوكي لذوي الاحتياجات الخاصة، يعني ودعم سلوكي عموما يعني للأطفال. كنا عاوزين نعرف من حضرتك خطتك لتعديل السلوك بالنسبة لمصر والوطن العربي من أجل التنمية المستدامة هتكون إزاي؟ هو الحقيقة التعديل السلوكي والاحتياجات الخاصة ودمج الفئة دي في المجتمع، الحقيقة هي يعني نقطة مهمة جدا في كندا، يعني قضية كبيرة والمجتمع الكندي قدر يتغلب عليها. أنا حابة أنقل الصورة دي في مصر، في الوطن العربي، وخاصة إن مصر من البلاد الرائدة اللي هي ابتدت تهتم بالفئات الاحتياجات الخاصة وابتدت تهتم بالطفولة. الحقيقة